يتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم غد بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس وإلقاء الخطاب السامي. وعقب ذلك يعقد مجلسا الشورى والنواب الجلسة الأولى الإجرائية في دور الانعقاد لكل منهما، وتبدأ جلسة مجلس الشورى أعمالها بتلاوة الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، وتلاوة الأمر الملكي بتعيين سعادة الدكتور أنور خليفة السادة عضوا بمجلس الشورى والذي سيؤدي اليمين الدستورية خلال الجلسة، فيما يلقي معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد قبل أن ينتقل المجلس إلى انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، فيما تتضمن أعمال جلسة مجلس النواب تلاوة الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد وإداء اليمين الدستورية للعضو عبد الواحد قراطة.